المرة دي عاملة لكم فيديو عن حاجات المدرسة بتاعتي. أول حاجة اللانش بوكس. اللانش بوكس طبعا بيبقوها ايه، قصدي اللانش باك سوري. يعني أنا نفسي تقليل الشكل اللي لقيته، مع إنه شكله ولادي شوية، بس ده الشكل اللي لقيته. أيوة ده من جوه اللانش بوكس، اشتريتها حلوة قوي وكمان حلوة. بصوا اهي، كمان أهم حاجة فيها إن هي فايف. بصوا اهي اهي، بنت فايف وفابصو، وكمان فري من بي بي اي اللي هو المضر ده. هو البصو حلو جدا. فتح من هنا، فتح من هنا، هو فتح من هنا. بصو كبيرة ازاي اهي، زمزمية اهي لوك ان لوك. مجموعة من كارفور كان عليها خصم بقدها 25 جنيه. انا نفسي بحب الزمزمية الكبيرة، ايه بشرب معاها كتير. فايف كمان دي فايف. بصوا اهي شبان، مش عارفة دي كاميرا مش واضحة واضحة. اهي فايف طب كده فايف اهي بنت. ودي التشوز بتاعتي، ودي التشوز بتاعتي، ودي الشنطة. ده انا اهبل. حلو جدا اصلا الشنطة، شكلها قهوة عشان ابدا انها كوتش والحاجة اهم. هي في كذا بن هنا، استنى هنا.